مثلا عندنا هون لو جينا سالنا السؤال عندي مجموعه من الايتمز ان ممكن يكونوا كرات في سله ممكن يكونوا طلاب في صف ممكن يكون اي شيء وجيت سالت السؤال لو بدي اختار تو بيك ار ايتمز اوت اوف ذا توتال ان ايتمز يعني قديش عدد الطرق الممكنه اني اختار اطلع ار ايتمز اوت اوف ان طبعا ار بدها تكون less than or equal to بقدرش اختار اطلع ايتمز اكبر من العدد اللي موجود مش هيك هلا نيجي بنقول لو انا بدي اختار ار ايتمز اوت اوف ان ايتمز ان ديفرنت ويز يعني نمبر اوف ديفرنت ويز نمبر اوف ديفرنت بوسيبل ويز هلا الجواب بيكون بيعتمد هل الاوردر امبورتنت يعني اذا طلت كره حمراء وبعدين كره زرقاء بعتبره هذا ايفنت مختلف عن اني اذا طلت كره زرقاء وبعدين كره حمراء هلا في شغلات مهمه وفي شغلات مش مهمه وين احسن مثال على الاوردر انه مهم مثلا لو عندي انا سيف عارفين شو السيف الخزنه الخزنه اللي عليها ارقام هل الترتيب مهم فيها طبعا شيء إذا الرقم السري 1 1 3 2 ما بنفع يجي لو أنت كبستهم بترتيب مختلف مش رح تفتح معك إذا عدد اللوكس ولما نيجي إحنا نصمم الخزنة بدنا نشوف هل عدد الكومبينيشنز عالي بحيث أنها تكون أمينة الخزنة ولا لا والباسورد نفس الإشي مش هيك الباسورد لو أنا عرفت أنه أنت ما بتستعمل في كلمتك السرية غير مثلا أرقام بس وما بتستعمل أحرف فبتستعمل أنت بس أرقام من 0 لـ 9 أسهل بكتير أني أكسر الباسورد تبعتك مظبوط لأني شو بعمل؟ بقدر أجربهم بس لما باجي بعرف انك انت بتستعمل كل الارقام وبتستعمل كل الاحرف وبتستعملهم ابر كيس ولور كيس وبتستعمل كل السيمبلز ومش بس هيك واحيانا بتضيف حرف عربي بتكون صعب جدا هاي كسرها مش هيك عشان هيك مش هيك بتصير الباسورد لانه الترتيب مهم وعدد الكم ولما احنا عم نزيد ابر كيس ولور كيس لما بزيد الارقام ايش عم برتفع معي؟ اذا كان الاوردر امبورتنت هلا بنعبر عن هاي بالبيرموتيشنز هاي بتصير بيرموتيشن بيرميتيشن الترتيب فيها مهم كومبينيشن الترتيب فيها غير مهم اذا البيرميتيشن الترتيب فيها مهم اذا لما نقول ان ار راح تساوي هلا اطلعوا لو عندي هاي الايتمز ان هاي عندي ان ايتمز بدي اختار منهم ار وار اقل من ان اي واحد من هذول بقدر ابدا في البدايه اي واحد اذا ان عندي مش هيك بس اخترت واحد منهم ايش الثاني قديش ضل عندي اوبشنز ان ماينس 1 وضل ماشي لحد ما قديش يصير عندي لا انتبهوا انا بدي اختار ار بس هون اوكي فبضل هون ماشي لحد ما اوصل عندي ان ماينس ار مش هيك ان ماينس ار ولا ان ماينس ار بلس 1 خليني اشوف يصير عندي هذا يعني لو كان عندي 6 مثلا و3 راح اعمل 6 و5 و4 مش هيك 6 و5 و4 اللي هي 6 ماينس 3 زائد 1 اظن هاي لازم تصير بلس 1 شيك مظبوط اوكي الكل فاهم هاي اذا هون هاي عدد الطرق اللي ممكن اختار منها ار من بين هاي هذه رياضيا تساوي لو جيت كملتها لهون عملت ان ماينس ان ماينس ار لواحد وقسمتها على ان ماينس ار لواحد مش بصير مش بصير اضرب بنفس الشيء البسط والمقام شو صارت اللي فوق ان فاكتوريال وشو صارت اللي تحت؟ ولذلك اذا بدي اختار ان اوت اوف ان شو بتصير هذه عندي هون؟ كانها صارت 50 ماينس 50، 50 ماينس 50 قديش؟ زيرو، زيرو فاكتوريال قديش؟ واحد، زيرو فاكتوريال واحد وتفسير الزيرو فاكتوريال انها واحد، كم طريقة ممكن اختار زيرو اوت اوف زيرو ايتمز؟ واحد هي كاونتر انتيوتيف بس هذه معناها او لو انا جيت قلت ان فاكتوريال على ان فاكتوريال شو لازم تكون؟ واحد بس هي كانها ان ماينس ان زيرو فاكتوريال اوكي؟ فتذكر انه زيرو فاكتوريال واحد تساوي واحد اذا عندي هي اول طريقه اللي الترتيب فيها هلا لما نجي بدنا نطلع هلا الاوردر ان امبورتنت يعني هلا لو الاوردر مش امبورتنت بصير هذه كومبينيشن والكومبينيشن بنرمز لها بالرمز سي
هلا لو رجعنا على هاي اللي هون اللي احنا اخترناهم هدول، في عدد منهم لو انا اعتبرت انه الاوردر مش امبورتنت متشابه مش هيك، اللي هو عدد المرات اللي ممكن ارتب ار فيها مش هيك. يعني عندي انا هون ار ايتمز، لو جبت انا ار ايتمز خليني افترض انه عندي 3 ايتمز عندي A B C، كم طريقة ممكن ارتب ال A B C فيهم؟ 3 فاكتوريال، هي 3 فاكتوريال مش هيك؟ مظبوط. يا ببدا في A وبعدين باخذ B و C، يا ببدا في A وباخذ C B، او بعدين بروح باخذ B. يعني الطريقة اللي ممكن اختار فيها يا A ببدا في A وبروح B و C، يا باخذ A C B، يا باخذ B A C او B C A. شو ضل عندي؟ 3 في 2 6، وبعدين عندي C A B و C B A. اذا هاي لما انا اخترتها فيها تكرار بمقدار قديش؟ 6 مظبوط؟ يعني في مكرره 6 مرات، في اشياء متشابهه اذا انا اعتبرت انه الترتيب مش مهم. اذا شو بعمل الان؟ باخذ نفس عدد الارقام اللي هون بس بدي اصغرهم بمقدار قديش؟ هاي فاكتوريال ار فاكتوريال. ايش يعني ار فاكتوريال؟ قسمت على ار فاكتوريال لانه انا هذول اللي اخترتهم، لانه الترتيب بطل مهم، صاروا هم نفس الاوبجكت مش هيك؟ صاروا نفس يعني هم حل واحد، بطلوا حل 6 حلول مختلفه. وعددهم لما انا بختار ار ايتمز عدد البوسيبل كومبينيشنز تبعتهم ار فاكتوريال. اذا صارت عندي هاي المعادله تبعت الكومبينيشنز وهاي المعادله تبعت الكومبينيشنز حسب المساله. طبعا انت بدك تفهم انت المساله الترتيب فيها مهم او غير مهم.